هناخد فيه الديفلوبمنت بتاع الجي اي تي، وفي الاخر حته كدني بس، كدني ورينالي بلاد. يعني هو الانتجريشن، علشان مش هنمشي بقى يعني سيستم قوي، مش هناخد اليورينري سيستم او اليوروجينتال سيستم كله مع بعضه، هناخد في اخر البلوك ده حته صغيره بس من اليورينري سيستم اللي هي الكيدني واليورينري بلاد. انما هناخد بالتفصيل الكورس بتاعت الجي اي تي او الجاسترو انتستاينال تراكت. المحاضرة بتاعت النهاردة يعني هي هتعتبر مقدمة لما هو آت، هتبقى مقدمة للحاجات الحلوة اللي جاية في المحاضرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. تلات محاضرات اللي جايين إن شاء الله هتبقى حاجة very interesting، ولكن النهاردة هنبدأ بس just في formation of the gut tube. يعني إيه gut tube وإزاي بتبقى formed وهنقسمها ازاي وهنتصرف معاها ازاي، وبعدين هناخد حته حاله صغيره كده يعني حته سالبه شويه سالبري جلاند وسوفلس فقط لا غير. فبالنسبه للديفلوبمنت اوف ذا جي اي تي هيرجعنا شويه صغيرين، هنرجع شويه صغيرين كلمتين عن ما سبق دراسته في الفاونديشن، ماشي، عشان نفتكر حاجات صغيره مع بعض. فاكرين الرسومات العتيقة اللي أنا كنت عمال أرسمها على طول، اللي هو ده كان اسمه إيه يا شباب؟ إكتوديرم، وده كان اسمه؟ إكتوديرم، وده كان اسمه؟ أمنيوتيك شافت، وده اسمه إيه؟ عشان بس ما ننساش، ها؟ وكان بقى الحفلة اللي بره بتاعت الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم والكوريونيك فيلاي و و و ما لينا صلاح بقى، خلاص الإكسترا إمبريونيك ستراكشرز اللي هي الفيتال ممبرين خلصنا منها. احنا دلوقتي جوه الايه الفيتس، وعايزين هنبدا نعمل الاورجانوجينيسيس وهنبدا نعمل الايه السيستم بتاعي. اليوكسايد بتاعي ده كان بيطلع منه حته صغيره كده في الكونكتنج ستوك، كان في حاجه اسمها كونكتنج ستوك اللي هي كانت هتبقى الامبليكال كورد، صح؟ كان في حته اكستنشن صغيره كده بس عشان نفتكر من دلوقتي، بتطلع من اليوكسايد كده اسمها ايه؟ الانتويس. حته صغيره بتطلع من اليوكساك تخش الكونكتنج ستوك اللي هو هيبقى امبليكال كورد، كان اسمها الانتويس. الانتويس دي جاست سمول دايفرتيكولم، وكلمه دايفرتيكولم معناها نتوف او بروز صغير يدخل في الكونكتنج ستوك اللي هو بقى امبليكال كورد. في تعبير اخر ان كان بي ترانسليتد ان الالانتويد ده من الكونتنت اوف ذا امبريكال كورد، صح الكلام؟ الامنيوتيك كافيتي عمال يكبر 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 على حساب اليوكساك والامبريو. الفيتاس بتاعنا هيحصل له ايه؟ فولدنج، صح؟ هيحصل اثنين لاترال فولدز وكرينيو كودال فولد. يعني اللافنتي بتاعنا ده هي تطور على نفسه من الجنبين ومن فوق وايه وتحت. As a result of folding، الفولدنج هيحصل كده، هيكون مين محبوس جوه بقى؟ اليوكساك. هنزرق بقى اليوكساك ده، اليوكساك ده هيتحبس جوه كده. بس الكافيتي بتاعت الفيتس اصغر من اليوكساك، فهتطلع في حته بره، صح الكلام؟ في حته بره هتطلع كده اهو، هيبقى اسمها ديفينيت بيوكسك. واليوكسك بتاعي ده بقى اللايننج ابيثيليوم على فكره بتاعه، بس عشان ما ننساش ده كان اندوديرم، صح الكلام؟ وبعد كده ده كان اكتوديرم. التروفوبلاست عملت روف للانيوتيك كافيتي، قامت اليوكسك قلت لكم غارت وحصل فيه غيره، قالت لك اشمعنى ده ليه روف وده فلور، ده من التروفوبلاست وده الاكتوديرم. قام قال لك اليوكسك طب انا ليا روف وماليش كلور، قامت الروف بتاعتها تبرعت مشكوره وقالت لك والله بسماء ما حد يعايرنا ولا حد اقل مننا، هتقوم عامله له فلور. الفلور ده هيبقى اسمه اكس سيلوميك ممبرين، وهذا الاكس سيلوميك ممبرين هيبقى درايفد فروم ذا اندودير. يعني اليوكسك كله اللايننج بتاعه مين يا شباب؟ حلو الكلام؟ اليوكسك لما هيدخل جوه هيعمل لك مين؟
الجات تيوب، هيعمل حاجه اسمها الجات ايه تيوب اللي هي جي اي تي. فالجات تيوب بتاعتك هتبقى كل اللايننج بتاعها عباره عن ايه يا شباب؟ اندودر، ماشي الكلام؟ وهيبقى حته صغيره طلعت من اليوك ساك بره هتبقى في الامبلايتر فورد، ومعاها حته الاكستنشن اللي هنا دي اللي اسمها ايه؟ الانتويس اللي هي كانت دي، وهيبقى من الكونتنت اوف ذا يوك ساك. طب هنا في قناه سوف تربط ما بين الجاب تيوب اللي جوه وما بين حته اليوك ساك اللي طلعت بره، هذه القناه كانت تدعى صباح الفل. تاني؟ طب انا بس فيتال لاين اسمها فيتال لاين دكت، اسمها فيتال لاين ايه دكت. وهذه فيتال لاين دكت مهمه جدا جدا، خلاص؟ يعني في حته كوميونيكيشن ما بين الجاب تيوب وما بين الديفينيتيف يوك ساك اللي بره الامبلايكال كورد، هذه الدكت ترد على فيتال لاين دكت، مش كده؟ الجاب تيوب بتاعتي لما حصل فولدنج بقت في حته منها في الهيد فولد وحته منها في التيل فولد وحته في النص، اللي قدام دي سميناها فور جات، واللي ورا سميناها هايند جات، واللي في النص هنسميها ميد جات. والميد جات هي اللي هتكومينيكيت مع مين يا شباب؟ مع اليوك ساك عن طريق الفيتيلو انترستاينال داكت، او عشان الاسم طويل شويه انا اختصرها بانها اسمها فيتال لاين داكت. اسمها فيتال لاين ايه؟ يعني احنا لو شلنا بقى الهيصه والزمبليطه اللي بره دي وعملنا الجاب تيوب بتاعتنا كاتيوب من بتوع ربنا، هتبقى بالجاب تيوب بتاعتك كده. الحته اللي فوق دي هنسميها ايه يا شباب؟ هنا هنسميها فورتا، صح؟ ودي هنسميها هاينجا، ودي هنسميها بيجا، ودي هنسميها ها بيتلايدا، ودي هنسميها تيفنتي. فاضل في حاجه في الرسمه دي ما اتعملتش؟ انا دوس. الله ينور عليا، خلاص الله ينور عليا. دي كده مين؟ الان ما انتوا الجو، يبقى انا اكيد فهمت صح ولا صح؟ مش دليل على انكم اذكياء يعني. دي هيبقى اسمها ايه يا رجاله؟ الانتويز. الالانتويز ده فين؟ في الحته بتاعت الهايبر. حلو الكلام؟ هنا الجات تيوب بتاعتك بتبقى ليها لايننج ايبيثيليا وليها ماسل بوت من بره، لان بيحصل فيها موفمنت اسمها بريستالتيك موفمنت، خلاص؟ اما بتاكل تبلع الاكل بيقف ولا بينزل؟ هينزل ازاي؟ معانا راكب دباب ولا لا؟ في الوول بتاعت الجاب تيوب في ماسل، الماسل دي بتعمل انقباضات كده بنسميها بريستالتيك موفمنت، تقوم منزله الفول بتاعك تعمل بروبالشن يعني. معنى ذلك ان عندك لايننج ايبيثيليا من جوه وعندك ماسل كوت من بره، ماشي الكلام؟ الماسل كوت ده كل سموث ماسل ما عدا حته صغيره كده اهو في الاسوفيجاس، في الابر تو ثيرتس اوف ذا اسوفيجاس، بتبقى سترييتد ماسل، بتبقى سترييتد، والباقي كله سموث ماسل. الماسل هتطلع منين؟ ايه امبريولوجيكال اوريجن اوف ذا ماسل؟ ميزوديرم، صح؟ اي حته من الميزوديرم حاجه بنسميها السبلانكينيك ميزوديرم. سبلانكينيك ايه؟ يبقى هنا عايزين بس نحط النقط على الحروف. نمره واحد، all the lining epithelium of the gut tube is endodermal in origin، عشان دي طالعه منين؟ من اليوك ساك.
الماسل كود بتاعتها والكونكتيف تيشو بتاعها كله هيبقى ايه؟ ميزوديرم. طب الجات تيوب بتاعتك دي بيطلع منها دريفاتيفز ثانيه صغيره اكسسوارز. خلاص في اكسسوارز، في جلاند بتساعد الدايجيشن. الفانكشن اوف ذا جات تيوب ايه؟ دايجيشن وابسوربشن، صح؟ دي عشان تدايجست وايه؟ وتابسورب. الدايجيشن بيحتاج انزيم او جوس. الانزيم والجوسز هتيجي منين؟ هتيجي من جي اي تي زائد شويه جلاندز تانيين. مين الجلاندز التانية؟ هتبقى بداية من سليفري جلاند، شوية جلاندز كده سليفري جلاند، وبعد كده كمان تقوم طلع لنا حتة جلاند كبيرة هنا اهو كده، وتقوم طلع لنا حتة جلاند تانية كبيرة من هنا اهو كده، دي نسميها بنكرياس ليفر. بنكرياس المحل يا جماعة. دي ليفر، وبعد كده هيطلع لك ايه؟ بنكرياس. يبقى بنكرياس وليفر وشوية ايه؟ سليفري جلاند كمان، دولت اكسسوارز جلاند. هيطلعوا من الاندوديرم. هيطلعوا منين؟ من الاندوديرم. حلو الكلام؟ احنا هنا قسمنا الفور جات وميد جات وهايند جات، وكل واحده من دول بعد كده بيبقى لها ديريفاتيفز. بيبقى لها ايه؟ يعني لغايه فين يا عم جمال نقول فور جات؟ لغايه فين نقول ميد جات؟ لغايه فين نقول هايند جات؟ ماشي الكلام؟ انتوا عارفين خدتوا في 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 الثانويه الجهاز الهضمي يتكون من البلعوم، وبعد البلعوم المريء، وبعد المريء المعدة، وبعد المعدة الأمعاء الدقيقة. بس أول حتة في الأمعاء الدقيقة اسمها إيه؟ الاثنى عشر. وبعد كده الإيه؟ اللفائفي، مش كده؟ اللي هو جيجنوم وإيليوم. وبعد كده الأعور. وبعد كده المستعرض. وبعد كده النازل. وبعد كده المستقيم وفتحة الشرج. القناة الشرجية. اللارج انتستين اسمها السيكم، اللي هو الأبندكس. الأعور عفوا اسمه السيكم. وده ascending colon وده transverse colon وده descending colon وده اسمه rectum. ماشي الكلام؟ جينا بقى يا عم الحاج وقلنا لك ايه؟ الفور جات بتاعتك الديريفاتيفز بتاعتها هتبقى منين؟ هتبقى من البوستيرور بارت اوف ذا اورال كافيتي، بعد كده الفارينكس، بعد كده اوسوفيجاس، بعد كده ستومك، بعد كده لغايه الابر بارت اوف ذا ديودينوم، لغايه ما بتدخل حاجه اسمها الكومن بايل داكت والكومن هيباتيك داكت. البنكرياتيك داكت حاجه اسمها هيباتو بنكرياتيك، يعني فتحه كده بتاعه الهيباتو بنكرياتيك داكت، يعني الميدل اوف ذا ديودينوم. كل ده بنسميه ايه؟ فور داكت. اسمه ايه يا رجاله؟ فور داكت. نكمل بعد كده الفور داكت بيطلع لها كمان اتنين اكسسوارز، واحده من هنا من عند الديودينوم اسمها ليفر، وواحده هنا اسمها ايه؟ بنكرياس. خلاص؟ ايه الدريفاتيف الثانية بتاعت الفور جات اللي انا نسيتها؟ ها؟ ايه الدريفاتيف؟ مين؟ هنا لو فاكرين يا شباب، مش كان هنا اهو في الحتة دي بيطلع حاجة اسمها ريسبيراتوري دايفرتيكولوم، وبعد كده او ريسبيراتوري باب، وبعد كده بيطلع حاجة اسمها تراكوس وفيجيال سيبتوم. يقسم الفور جات من فوق لانتيرور بارت وبوستيرور بارت، انتيرو بارت لارينكس وتراكيا وبوستيرو بارت تراكيا واسوفيجاس وفارينكس واسوفيجاس. يعني هنا الريسبيراتوري بارت ده هيبقى تبع مين؟ هيبقى تبع الفور جات. ماشي الكلام؟ نيجي بقى على الكامل الثاني بقيه الديودينوم، وناخد كل السمول انتست، ناخد السيكم بالابندكس اللي فيه بالاسندنج كولون بالترانسفيرس كولون، بس لغايه فين؟ لغايه الجنكشن ما بين الرايت تو ثيرد والليفت وان ثيرد، التلتين اليمين والتلت الشمال، لغايه التلتين اليمين. يعني بقيه الديودينوم كل السمول انتستين الباقيه، ما هو الديودينوم ده الفيرست بارت اوف ذا سمول انتستين. سمول انتستين ثلاثه بارت، ديودينوم جيجنوم ايليوم، ديودينوم جيجنوم ايليوم. والايليوم ايش انت اسمها بالعام الاثنى عشر؟
ماشي عربي ده بعدين بقى في الشارع خلاص عند الشريعه والقانون خلاص يا عم الحاج والله ما اعرفه عرب لسنا 10 ولا فقيفي الثاني ما اعرفش اسمه مين اللي فقيفي فيهم الجيجنم ولا لينا مش عارف يا عم احنا بنهزر هتروح عند بتاع التقاطيع يقول لك هناخد بقيه الاسم ايوه خلينا نقول الاسم هناخد بقيه الديودينم ناخد الجيجنم والهيليوم بعد كده السيكم والاسندنج الكولون والرايت وسيلز اوف ذا ترانسفيرس الكولون دول هيبقوا تبع مين؟ ميد دكت مش كده؟ بعد كده هيبقى في عندك الليفت ثيرد مع الديسندنج مع البلفيك مع الريكتم والابر بارت اوف ذا انر كانال اور بارت بس اوف ذا انر كانال دي هتبقى هاي ريزلت اللور بارت اوف ذا انر كانال ملهاش دعوه خالص بالدكت يو بتطلع من الاكتوديرم وليها نيرف سبلاي لوحدها وليها كفرنج ايبيثيليوم لوحده وكل حاجه لوحدها وليها الليمفاتيك درينج لوحدها اللور بارت دي ايه اكتوديرمال اورجن انما الابر ثيرز اوف ذا انر كانال دولت ايه اندوديرمال حد فاهم حاجه؟ دي الديريفاتيفز اوف ذا ايه؟ اوف ذا جات تيوب. طيب الجات تيوب دي جوه الابدومينال كافيتي صح الكلام؟ هتقف كده جوه الابدومينال كافيتي ترقص كده ولا يعني مع نفسها جوه الابدومينال كافيتي ولا لازم تتسند؟ خدتوا سباينال كورد؟ في الانترودكشن مش السباينال كورد واقف كده في الفيرتبرال كولم بس في ليجامنت مشبكاه يعني مش عارف انت بالك ولا لا المهم الجي اي تي واقفه في الابدومينال كافيتي كده فهتتعلق في الابدومينال كافيتي تعليقه من قدام وعليقه من ورا او تعليقه قدام وتعليقه من ورا ماشي فين الابدومينال كافيتي ده عامل الدكتور وايه حكايته دي هتبقى الاستومك وادي الديودينم وهيطلع من الديودينم هنا حته الليفر ومن وراه هيطلع البنكرياس لان الليفر والبنكرياس بيطلعوا من الديودينم بعد كده ده بقيه الديودينم واللارج والسمول انتستن واللارج انتستن ودي البيتلاين دكت ودي بقيه اليوكسك اللي بره ماشي كلام دي هتبقى الهايد دكت ودي حته الالانتورس حلو الكلام انا شايف هنا الجي اي تي بتاعتي التيوب اللي ماشيه دي في حاجه كده رمادي وراها وفي حاجه رمادي قدامها ها في حاجه معلقاها من ورا في البوستيرا ابدومينال وول وفي حاجه معلقاها من قدام في الانتيرا ابدومينال ايه مش واقفه كده ايه في حلقه شايف كده ادي الجات تيوب بتاعتك اهي اللي هي اللون اللايت براون ده ادي اسوفيجاس ادي ستومك ادي ديودينوم بعد كده دي هتبقى السمول انتستين واللارج انتستين ودي الهايند جات وده الالانتويس في حاجة براون كده من ورا جامدة قوي دي هتبقى معلقة جي اي تي من ورا ودي هتبقى معلقة جي اي تي من قدام ويطلع في وسطها هنا الليفر ومن هنا هيطلع في عندك الايه؟ البنكرياس. ايه حكاية التعليقة اللي قدام والتعليقة اللي ورا؟ حاجة بنسميها ايه؟ ميزن. حاجة اسمها ايه؟ ميزن. خدتوها؟ لا. حد قال لكم عنها أي حاجة؟ لا. طيب. وهنا كان في حاجه اسمها بريمتيف نود
وهنا كان في حاجه اسمها بريميتيف ستريت، وهنا كان في نوت كور صح. كان في حاجه هنا عامله زي الانفيرتد يو شيب اسمه ايه اسمع تاني كده انترا امبريونيك سيلوم اللي هو هيدينا ايه؟ هيدينا السيروس كافيتيز او السيروس ساكس اللي في البطن. فاكرين يا رجاله الحته دي سميناها بيريكارديال ساك صح؟ عشان الهارت طلع من هنا والبيريكارديوم من هنا. دي كان زمان كده انا سميتها معاكم حطيناها سميناها سوا حطيناها سم كده بس اسمها ايه؟ بلورو بيريتونيه. مش ده البيريكارديوم يا ولد؟ يبقى اللي باقي ده هنسميه بلورو بيريتونيه صح؟ بلورو بيريتونيه الايه؟ كنال. جت حته سيبتم من هنا وحته سيبتم من هنا. السيبتم ده ما بين البلورا والبريكارديوم، والسيبتم ده ما بين البلورا والبريتونيوم. فاكرين قلنا اساميهم ساعتها كانت رخمه كده بس اللي يركز هيجيبها. دي سميناها بلورو بريكارديال سيبتم، ودي سميناها بلورو بريتونيال سيبتم. قامت مقسمه الحفله دي لثلاثه، واحد هنا ترانسفيرس ده البريكارديال سيك اللي الهارت هيخش فيها هيستغلها ويخش فيها، ودي البلورا اللي مين؟ اللي اللنج هتيجي تستغلها وتخش فيها. يتبقى مين؟ البريتونيوم. مين اللي هتيجي الغلبانه اللي بالنص دي؟ الجاستيوب هي اللي هتخش ايه فيها. البريتونيال كابت ده واحد ولا اثنين؟ ما تبصلوش، بصوا على السطر وانا هخترع عن معاه ساحر. ما هو يا ابني اهو ادي واحد ادي اثنين. انا بقول لك الفلور مش هنا كان في عندك اثنين فلورا صح؟ هو عندك بريكارديا واحد علشان كان ماشي ترانسفيرس، انما هنا انت بتشرب ميه ولا خمر يا ابني؟ ما بتتمزمز مالك بتمزمز بيها كده بزازه؟ صباح الفل. دي هتبقى بلورا ودي بلورا واللمبه هتخش فيها. دي هتبقى عباره عن مين؟ بريتونيوم وده بريتونيوم. ومين اللي هيخش فيها؟ بس هي مش هتخش. الهارت بيبوش صح؟ اللنج بتبوش، الانتستين مش هتبوش ولا هتنيم. دي هتبقى ايه؟ هيتكبس عليها من الجنبين. خلاص؟ هي واقفه كده وبعدين ايه؟ هتقع الناحيه دي وهتقع الناحيه دي، الكافيتي يمين وكافيتي شمال، هو خرب بيتك فوق نفسك انت سكرانه كده ليه؟ هيكون جايين وايه؟ وكابسين عليها منين؟ من الجنبين. ماشي الكلام؟ هيكبسوا عليها من الجنبين هيعملوا فيها ايه بقى؟ هيكونوا جايبين المقص والسوليتيب ده كده، هنقوم جايبين دي كده بس يا جحش.
ينجحش سكت على طول، هو عارف نفسه. ده كلام، ده كلام يعني جاي عامل لي فيها بتاع بس كده وخلاص وتساعدني. انا كان معايا موديل قعدنا شغالين بيه سنين عديده، وفي الاخر فقد ازاي مش عارف. حد بينظف السيارة، وبنظف السيارة بتاعتي هو محطوط في شنطة كده كيسة بلاستيك عادية، الظاهر الولد اللي بينظف العربية شايل كله رمى وما يعرفش فيها ايه. أنا حزنت حزنا شديدا بصراحة، لأنها كانت حتة موديل بقى معمول بطريقة فنية ما في يعني بجد لغاية مش هتتعوض. معلش يلا يا عم جمال، اصلها حته صعبه جدا، صعبه قوي. اوحش موضوع هتاخدوه في الابدومين ما تقلقوش نفسكم من ناحيته، موضوع اسمه بيريتونيه. موضوع اسمه ايه؟ بيريتونيه. حاجه كده ايه صعبه شويه عشان البطن زحمه، عشان الابدومين زحمه، وهو يا عيني مدهوس فيها 500 واحد عمال يدهس فيه، واحد من قدام واحد من ورا واحد من جنب واحد طالع له من فوق واحد نزله من تحت، هتجنن البيريتونيه متجنن. فأم جنن طلبت الطب بقى وهي تدرسه كمان، فمعلش. بصوا يا شباب، احنا اتفقنا ان انا هيبقى في عندي هنا الاثنين التيوب اللي باقيين اللي هم عباره عن مين؟ بيريتونيوم، صح الكلام؟ مين الست هانم اللي واقفه دي؟ مين دي؟ انا حصل دي الكرافطه بتاعته دي دكتور دي الكرافطه، صح؟ اللي احنا هنمثلها بالدكتور، بس هي الكرافطه زي يقول لك اللي ايه اللي يتلسع من الشوربه يعمل ايه؟ اللي يتلسع من الشوربه يعمل ايه؟ ينفخ ايه؟ بيقول لك قال ايه؟ قال اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. طب ما اللي يتلسع من الشوربه يستنى لما تبرد وين الشوربه؟ صح؟ صح ولا مش صح؟ ادي جت، ادي بروتونير كابتش وادي بروتونير كابتش، حلو الكلام؟ تيجي الحاجه دي بقى الجت تيوب حط كده في النص، ماشي الكلام؟ بس احنا لو عايزين واحده طويله شويه ادي الجت تيوب كده، حلو الكلام؟ هتيجي الجات تيوب كده تقول دي جايه وده عامله عليها كده. شايفين بقى هنعمل لكم المنظر كده. الجات تيوب بقى كده. صح؟ ادي كافيتي وادي كافيتي. وبعدين لير من الناحيه دي هتلزق مع لير من الناحيه دي. ولير من هنا هتلزق مع لير من هنا. صح الكلام؟ الاثنين دولت هيبقوا فيوزد مع بعض. دي من قدام هنسميها فنترال ميزوجاستريم او فنترال ميزنتري، يا واد اللي بتنام هنسميها فنترال ايه؟ ميزنتري. ومن ورا هنا هنسميها دورسال ميزنتري. ايه الميزنتري ده بقى؟ عباره عن تو لاير اوف ذا بريتونيوم اللي هو ده البريتونيوم، وهذا البريتونيوم طالع من الميزوديرم. هذا الفنترال ميزنتري هيمسك لك الجات تيوب مع الانجيرا ابدومينال، وهذا الدورسال ميزنتري هيمسك لك الجات تيوب مع الاستير ابدومينال وول. طب هنا هيبقى عندك كام بريتونيال كابتين؟ اثنين، صح الكلام؟ انما انا عايزه واحد فقط لا غير. فالفنترال ميزنتري بتاعك، شوف الفنترال ميزنتري بتاعك من فوق لتحت، من اول الاسوفجاس لغايه مين؟ اللي اسمه اللارج انتست. يجي اللور بارت بتاعت الفنترال ميزنتري من عند الليفل اوف ذا امبلايكاس، لو هنا الامبلايكاس من عند الليفل بتاعت الامبلايكاس، وهذا الفنترال ميزنتري يقوم ابزوربت. الفنترال ميزنتري هيحصل له ايه؟ ابزوربشن اللور بارت بس.
يعني انا لو عندك الدارك تيوب بتاعتك كده ودي كلها دورسال ميزنتري، دي دورسال ميزنتري ودي هتبقى فنترال ميزنتري لغايه حته كده اهو لغايه الليفل بتاعت الامبلايكس، حته الفنترال ميزنتري دي كلها هتبقى ابزوربت، يبقى الفنترال ميزنتري حته صغيره بس فوق والدورسال ميزنتري كله كبير من ورا. هنا هيحصل فيه ايه؟ كوميونيكيشن ما بين الاثنين كابتن. فاهمين حاجه؟ ايه ليه ما ليه مش فاهمين؟ مش هي دي كانت يا ولاد الجاب تيوب بتاعتك كده؟ وممسوكه من قدام بفنترال ميزنتري والدورسال ميزنتري، والفنترال ميزنتري والدورسال ميزنتري قاسمين الكافيتي ده من الكافيتي ده. طب انا عايز اعمل كوميونيكيشن ما بين الاثنين، اهد نص الحيطه من تحت بتاعت الفنترال، يعني الفنترال كانه حيطه كامله كده، اهد بس نصها من تحت، اشيل النص اللي تحت بس خلاص. فهيبقى عندك الكافيتي ده مع الكافيتي ده هيكوميونيكيت الاثنين ويز ايتش اذر باللور بارت بس، صح الكلام؟ وهيبقى في حته فقط لا غير هي من فوق هي اللي ايه؟ انتكت. ماشي؟ اللي قدام الاستومك بس. الحته دي بيطلع وسطيها ليفر. بيطلع وسطيها ايه؟ ليفر. او الحته دي كلها من الفنترال ميزوجاستيوم بيطلع في وسطيها هنا حته اورجن اسمه ليفر. يعني انت لو هنا الاسوفيكس وهنا هتبقى عندك الاستومك وهنا هتبقى السمول انتستين واللارج انتستين، ده هيبقى الفنترال ميزن وده هيبقى عباره عن مين؟ الدورسال ميزن. الفنترال ميزن بتاع اللور بارت بتاعي كله ابزوربت. اتفضل في حته صغيره، الحته الصغيره دي طلع من فيها اورجن كبير كده جواها بتوين التو لاير، من بين التو لاير مفيش حاجه جوه البريتونيوم خالص، كله بره البريتونيوم، كله اكسترا ايه؟ بريتونيوم. فطلعت الليفر، الليفر قسم الحته دي يا شباب لمنطقتين، حته ما بين الليفر والاستومك وحته ما بين الليفر ومين ده؟ ده مين ده؟ انجيلا ابدومينال وول. ايوه صح؟ الحته اللي ما بين الليفر والاستومك هنسميها ليسر اومنتوم، اسمها ليسر اومنتوم. والحته اللي ما بين الليفر والانتير ابدومينال وول هنسميها فالسي فورم ليجامنت، اسمها فالسي فورم ليجامنت. الاثنين دول كانوا يا رجاله فنترال ميزن او فنترال ميزو جاستريوم، عشان قدام الجاستريك الاستومك. يطلع وسطي هنا مين يا رجاله؟ ليفر. يتقسم ايه يا شباب؟ اثنين. اللي ما بين الاستومك والليفر هنسميه ليسر اومنتوم، واللي ما بين الليفر والانتيريور ابدومينال وول هنسميها فالسي فور ليجامنت. اهو انتربريتيت دي الاستوم، كل اللي قدامها ده اسمه يا رجاله فنترال ميزو او فنترال ميزو. الليفر طلعت في النص اسميته حتتين، الحته اللي ما بين الليفر وما بين الاستومك دي سميناها ليسر اومنتوم، الحته اللي ما بين الليفر والانتير ابدومينال وول اسمها فالسي فورم ليجامنت. الفالسي فورم ليجامنت ليه 3 بوردر من تحت ولا لا؟ المكان اللي احنا قصينا منه. طيب الدورسال ميزنتري بقى بتاعك ده كله ماسك الجي اي تي من فوق لتحت، بس في حتت في الجي اي تي لازم تتحرك وحتت لازم تبقى فيكست. فالحتت اللي هتبقى تتحرك الدورسال ميزنتري بتاعها هيتنوا زي ما هو، الحتت اللي لازم تبقى فيكسد الدورسال ميزنتري بتاعها هيبقى ابزوربت ويخليها تمسك في البوستيريا ابدومينال، يعني في حتت لازم تتحرك. ايه اللي لازم يتحرك؟ الاستومك.
ومين اللي لازم يتحرك تاني؟ الانتستين، صح؟ اللي ليه حركة بسيطة؟ لارج انتستين. الديودنم مش لازم يتحرك خالص، الريكتم مش لازم يتحرك خالص. فتبص تلاقي الدورسال ميزنتري بتاعي هنا ده بيسمى حسب الجزء بتاعت الجي اي تي اللي هو بيمسكه. بمعنى ايه؟ لو هو ورا الاسوفيكس هنسميه ميزو اسوفيكس، لو هو ورا الاستومك هنسميه دورسال ميزو جاستريك. ولكن هنا بقى الاستومك قدامه حته صغيره سميناها ليزر، يبقى اللي ورا ده بدل ما نسميه دورسال ميزو جاستريك نسميه مونتو جيتر اومنت، طالما اللي قدام نسمي. يبقى اللي ورا ايه؟ على اساس الاستومك ليها كيرفيتشر صغير من قدام اسمه ليسر كيرفيتشر، وكيرفيتشر كبير من ورا اسمه بيتا ايه؟ كيرفيتشر. ماشي الكلام؟ يبقى هيبقى عندي حاجه اسمها جريتر اومنتال من ورا. بعد كده الديودنم هتمسك في حته صغيره اسمها ميزو ديودنم، الحته السمول انتستن هيمسك فيها الكبيره قوي ده هنسميها ميزنتري بروبر. الترانسفيرس كولون هنسميه ترانسفيرس ميزو كولون، الابندكس ليها ميزو ابندكس، الاسندنج كولون والديسندنج كولون الميزنتري بتاعهم بيبقى ابزورب. هات فاهم حاجه؟ الميزنتري ده عباره عن تو لاير اللي هم من ورا بس، ها؟ التو لاير اللي ورا. خلاص؟ التو لاير اللي ورا دول هنسميهم ايه؟ ميزو. خلاص؟ على حسب الحته اللي قدامه من الجي اي جي او على حسب الحته بتاعت الجي اي جي اللي ماسكها هنسميه. ورا الاسوفيكاس هنسميها ميزو اسوفيكاس، ورا الاستومك هنسميها جريتر اومنتم، عند الانتستين هنسميها ميزنتري، عند الترانسفيرس كولون هنسميها ترانسفيرس ميزو كولون، بعد كده الاسندنج والديسندنج بيبقى ابسوربن، السيجمود كولون ليه حاجه اسمها ميزو كولون، والريكتم ملوش. اللي ملوش ده يعني ابسوربن. انما اللي قدام الفنترال ده ريحنا وراجل طيب وابن حلال، طلعت في النص ليفر اسميته الاثنين ليسر اومنتال و فالسيفورم ليجامنت. ماشي الكلام؟ الميزنتريز دي او بيسموها ساعات في ليجامنت وميزنتريز عشان يخش فيها البلاد فيسلز ويطلع منها البلاد فيسلز ويخش فيها الليمفاتكس وتطلع منها الليمفاتكس ويخش فيها النيرفز للاورجان بتاعته. لان كل الاستراكشرز بتبقى اكسترا بريتونيوم، يعني انت لو انت عندك البريتونيوم ده بقى كده هتاخده مع الدكتور اللي هيديكه الجي اي تي. لو ده الابدومينال كافيتي بيبقى فيه ده هيبقى عباره عن البريتونيوم كافيتي، ده بنشبهه عامل زي الكره الكفر كره القدم اللي انتوا بتلعبوا فيها، مش ليها خارجي وداخلي؟ صح ولا لا؟ الخارجي وليها داخلي. الخارجي ده هيبقى عباره عن الابدومينال كافيتي، والداخلي ده هيبقى البريتونيال كافيتي. ده انتير ابدومينال وود، ده بوستير ابدومينال وود، ده الدايفرام وده البلفيس بتاعنا. ماشي؟ وجوه هيبقى البريتونيوم، البريتونيوم ده فاضي. طب الاورجنز فين يا دكتور؟ الاورجنز بتطلع في الحته دي يا رجاله. الاورجنز بتطلع هنا. خلاص؟ وعلى حسب الموفمنت بتاعتها بتبوش، صح الواد ده؟ بتبوش البريتونيوم قدامها عشان تتحرك. يعني مثلا لو جه انتستين هتبص تلاقيها عملت كيرف دخلت هنا. لو دي بنكرياس مثلا مش هتدخل كتير، هيبقى هنا بنكرياس. لو مثلا هيبقى في عندك الكيدني هتطلع هتبوش بس كده. خلاص؟ لو عندك سمول انتستين دانيال او دي استومك هتبقى الاستومك هنا. بس كل زي حكايه بالظبط اللنج وحكايه الايه؟ البلورا والهارت والبريكارديوم كل بره. هنا البريتونيوم فيه شويه بريتونيال فلويد بس، وهنا الاورجان دي ممكن تبقى كومبليتلي كفرد باي بريتونيوم او ممكن تبقى بس بارشلي كفرد باي بريتونيوم، يعني من قدام بس ومن ورا مش كفرد باي ايه؟ بريتونيوم. الجي اي تي بتاعتك ليها بلاد سبلاي. الجي اي تي ليها بلاد ايه؟ ايه البلاد سبلاي اوف ذا جي اي تي؟ بيطلعوا من الابدومينال اورطه. بتطلع منين؟ من الابدومينال اورطه. الابدومينال اورطه بيطلع منه ثلاثه ارتيز، واحد اسمه سيليك كرام، واحد اسمه سوبير ميزنتريك ارتي، واحد اسمه انفير ميزنتريك ارتي. خدتوا الكلام ده فين؟ مذاكرين يعني؟ ما شاء الله. السيليك كرام
والسوبير ميزنتريك والانفير ميزنتريك ارتري. السيليك ترانك للفور دات. السوبير ميزنتريك للميد دات. الانفير ميزنتريك للهايند دات. هيفيدني الكلام ده دكتور؟ هيفيدك يا ابني، ده انت لو اصلا مش عارف حاجه وفاكر الدريفيتيف اوف ذا جي اي تي مع البلس سبلاي بتاع كل حاجه ممكن تفتكر. يعني لو انا قلت لك الترانسفيرس كولون هي السبلاي بتاع الترانسفيرس كولون، هتقول لي الرايت تو سيلز بتاعك سوبر ميزنتريك والليفت وان سيلز انفيرير ميزنتريك. ليه؟ لان الرايت تو سيلز بتاعتك هيبقى عباره عن فور جات ميد جات عفوا، والليفت سيلز هيبقى عباره عن مين؟ هاند جات. حلو الكلام؟ دي الجات تيوب والحاجات بتاعتها البنت، شايف المنظر بقى بتاعت الجي اي تي بتاعتك هي في النص، من ورا ده هيبقى كل ده دورسال ميزنتري، واللي قدام ده هيبقى عباره عن ايه؟ فنترال ميزنتري. ده البوستيريور وول، ده الدورسال ميزنتري اهو، وده هيبقى عباره عن الفنترال ايه؟ ميزنتري. تمام؟ ودي البنوته الصغيره جايه تقول لنا ديفرنت بارت اوف فنترال اند دورسال ايه؟ ميزنتري. الفنترال ميزنتري بتاعنا اللي هو هيبقى الفالسيفورم ليجامنت واللسر رومنتم، والدورسال ميزنتري اللي هيتسمى على حسب الايه؟ الحتت اللي ماسكها. البلاد سبلاي بتاعت الجي او تي اتفقنا ان انت هيبقى عندك السيليك ترانك والسوبير ميزنتريك والانفير ميزنتريك ارتري للفور جات والميد جات والهايند جات. دي الفيت اللي هي الدريفاتيفز، الكلمتين اللي انا قلتهم من الاول، الفور جات من اول فين لغايه فين، والميد جات من اول فين لغايه فين، والهايند جات من اول فين لغايه فين. هذه الفروق جايه تقول لك واتس ذا بلاد سبلاي اوف ذا جات تيوب، هتقول ان الفور جات هتبقى عباره عن سيليك والميد هتبقى عباره عن سيليك. هيجي بقى في عندي حاجه اسمها السليفري جلاندز. اكسسوارز للجي اي تي السليفري جلاند، انتوا البلوك بتاعته ده هيبقى كله كيمستري وفيسيولوجي سلايفا والميكانيزم اوف ديجليتيشن والدايجيشن والكلام ده. فقلنا حاطين السليفري جلاند ايه هو؟ ايه السليفري جلاند دي؟ عباره عن اكسسوارز جلاند، بيبقى في حاجه اسمها ميجور سليفري جلاند وفي حاجه اسمها ماينور سليفري جلاند. الميجور سليفري جلاند ثلاثه بيرز، ثلاثه بير يعني ثلاثه يمين وثلاثه شمال. واحده كبيره هنا اسمها باروتيد، بعد كده في عندك سبلنتيبولر وعندك مين؟ ماشي الكلام؟ ده الكلام ده في المحاضره بتاعت امبارح صح؟ عرفت انكم خدتوا سليفري جلاندز امبارح. بعد كده بيبقى في عندي حاجه اسمها ماينور سليفري جلاندز. ماينور سليفري جلاندز دي حاجه بتطلع في اللبس ليبيا، حاجه بتطلع في التشيك اسمها بكر، حاجه في التنج اسمها لينجوال سليفري جلاندز، وحاجات في اللارينكس وحاجات في الفارينكس، حاجات صغيره كده صغنونين قوي عشان تطلع سلايفا. سليفري جلاند بتاعتك دي هتبقى يا اما ميوكس يا اما هيبقى سيرس يا اما هتبقى ايه؟ ميكس. ايه الفانكشن بتاعت السلايفا؟ بتوع الفسيولوجي هي ايه؟ هيدوها بس بصراحه انا مش مع حته الدايجيشن دي قوي. صح الكلام؟ يعني دلوقتي انا شغال وتعبت، هقول للواد ده اديني شويه ميه باللي ريقي. صح؟ ولا لما واحد يبقى تعبان قوي يقول لك مش قادر ابلع ريقي، وانت قاعد بتاكل حاطط علبة البيبسي جنبك، ولا حاطط الكنز البيبسي، ولا حاطط شوية مية عشان ايه؟ تبلع. صح؟ ولا تبلع. ليه تبلع؟ أو لو الأكل ناشف قوي رف، يقول لك مش راضي يتبلع. صح ولا لا؟ مش راضي يتبلع. هو اتهضم، ده مش راضي يتبلع من الأساسة. ليه مش راضي؟ مفيش لوبريكيشن. مفيش لوبريكيشن. دكتور يا ده أنا ريقي ناشف. ريقك ناشف على شويه ميه تبل ريقك. طب السلايفا هي دي اللي بتبل الريق، تعمل لوبريكيشن. لما تعمل لوبريكيشن بتساعدك على انك انت تعمل الفويس بتاعك، برودكشن اوف ذا فويس. صح الكلام؟ وبعد كده بتساعدك كمان على الدوجلوتيشن. لو جبت هارد بولس اوف فود وبقك ناشف هتتبلع؟ والله بسمامه تتبلع، غير لو فاتحه بقك وجابوا بقى سلاكه وسلاكه. ما بيلحقش الاكل يتهضم، اي نعم هي فيها انتي ميكروبيال وفيها مش عارف اميليز وفيها مش عارف ايه، بس الفانكشن الاساسيه بصراحه بتاعتهم اللي هي اللوبريكيشن اوف ذا فود والموسل اوف ذا باكتر ميكوزا و بروفايد ايكوال سولفنت نيسيسري فور ذا تيست
عشان كمان تعرف تحس الايه المر من الحلق. والسليفري جلاند بتوعنا عندك ميجور سليفري جلاندز ومايجور سليفري جلاند. الديفلوبمنت اوف ذا سليفري جلاندز بتبقى كلها بروسيس هايفه جدا وعبيطه جدا وكلها نفس الفكره، الفكره واحده. الفكره دي هتمشي معانا لو انت عندك ده طالب، ودي هتبقى عباره عن ده هيبقى المندبل، دي الاسنان، دي هتبقى الجنجفه، ودي هيبقى الطن. ماشي الكلام؟ اللايننج ايبيثيليوم هنا بيبقى اكتوديرم، اللايننج ايبيثيليوم هنا بيبقى اندوديرم. ماشي؟ في الاول الفيستيبيول اوف ذا ماوس بيبقى اكتوديرم. ماشي الكلام؟ انما في الفلور اوف ذا ماوس بيبقى اندوديرم، لان دي بتطلع من حاجه اسمها فارينجال ارشز، ودي بتبقى البريمتيف استوموديوم، حاجه كده في الايه؟ في الانتروداكشن. الديودينوم بتاعنا بيبقى اندوديرم كده. مالكش دعوه يا عم الدكتور في الديودينوم، احنا هيطلع عندنا كل الفكره بتاعت الجي بتاعت الجلانز ايه؟ حاجه اسمها انفلونس او اندكتيف انفلونس. واحد يزق واحد عشان يشتغل. يعني ايه واحد يزق واحد عشان يشتغل؟ يعني انت لو عندك الاكتوديرم ده من فوق والميزوديرم ده تحت. ماشي؟ الميزوديرم يجي في حته معينه كلها جين، بصراحه جينات كده جينز بتعمل، يجي الميزوديرم من تحت يزق الاكتوديرم ده يقول له عم اصحى اصحى فوق، احنا عايزين نعمل في الحته دي جلاند. لو الميزوديرم ده ما عملش اندكشن للاكتوديرم اللي فوقهم، الاكتوديرم هينام على ودانه ومش هيعمل حاجه. لو ده اندوديرم والميزوديرم اللي تحته ما عملوش اندكشن مش هيعمل حاجه. لو عمل له اندكشن وقال له ايه؟ اسحب، عايزين جلاند. الاكسوديرم يسحب بسرعه او الاندوديرم يسحب بسرعه، يقوم عامل لك ايه؟ بروليفريشن. عمل حاجه اسمها بط. البط ده تنزل وتعمل بروليفريشن تدخل لك جوه مين؟ الميزوديرم، بس هتزقه بقى. بعد كده دي هتبرانش وهتري برانش. وهيحصل دايكوتوموس ديفيجن. ايه الدايكوتوموس ديفيجن؟ قلت في الايه؟ يعني كل واحده اثنين، كل واحده اثنين، كل واحده اثنين، وكلها سوليد، لان هي كلها ايه؟ بروليفريشن اوف سيلز، بروليفريشن اوف سيلز، حوالينها ميزوداد. صح؟ بعد كده يحصل حاجه اسمها ريكاناليزيشن، بعد ما تتقفل تقوم مفتوحه. عملت لك ايه؟ جلاند. يجي الميزوديرم اللي حواليها يقوم يحوطها ويعمل لها كبسوله، والميزوديرم يقوم مدخل فيها سبته كده يقسمها الى الليبيوم. ايه رايكم في اللعبه دي؟ هتفهم حاجه؟ ايه بص السليفري جلاند الفورميشن بتاعتها بتبقى بستة ستيبس. بط فورميشن والجروس بتاعت البط والبرانشنج والدايكوتوموس برانش والكاناليزيشن والسايتو ديفرنشيشن. يعني ايه سايتو ديفرنشيشن؟ في الاخر السيلز تتحول الى يا اما ميوكاس يا اما سيلز يا اما ايه ميكس. الكلام اللي فوق ده كلام سهل جدا وكلام عبيط خالص. نمره واحد البط فورميشن. الميزوديرم اللي تحت هيعمل اندكشن انفلونس على الاكتوديرم او الاندوديرم اللي فوق. هيقول له اصحى عايزين جلاندز. يقوم عامل لك ايه؟ البط فورميشن. البط ده بعد كده هيجروس وينزل لتحت، هيبقى متحوط بمين؟ بالميزوديرم اللي هو قال له اسحب. بعد كده هيقوم عامل برانش، هاي برانش، وبعد البرانشنج هيحصل دايكوتوموس ديفيجن كل واحده اثنين، وبعد الدايكوتوموس ديفيجن هيحصل كاناليزيشن. خلاص؟ وبعد كده هيحصل في عندك السايتو ايه؟ ديفرنشيشن. ماشي كلام يا رجاله؟ كل جلانس كده، والليفر هتطلع كده، والبنكرياس هيطلع كده، والكبسوله اللي بره هتبقى من الميزوديرم، والسيرتم هيبقى من الميزوديرم، انما الالفيولاي والاسيناي بس اللي هي هتبقى يا اما اكتو يا اما اندوديرم، على حسب مين يا عم الدكتور؟
على حسب ان السبمنت دي برضو كده رسمه لذيذه جدا لاختصار ادي باث فورميشن وادي برانشنج وادي دي برانشنج وادي الكاركترايزيشن ودي هتبقى سايتو ديفرنشيشن. بعد كده هيبقى في عندي حاجه لذيذه جدا انا برجع دي اللي احنا عايزين نعرفها. البارود الجلاند او الجلاند اللي بتطلع في نهايه الاسبوع الرابع. احنا كده بس فيها رينج من 4 ل 6 بس هي اول واحده بتطلع. اكتب دايما الاورجن وفي نهايه الاسبوع الرابع. السبمن دي السبرينج بوي بيطلعوا من 6 ل 8، انما الماينور سليبري جلاندز بتطلع من 8 ل 12. الماينور اخر واحده 12 والسبمن دي 6. وخلينا بقى بصوا 4 6 12 ايه رايكم؟ نتفق نوحد 4 6 12 بارود السبمن دي سبلينجوال وايه؟ والماينور. البارود بس هي الاكتودير والسبمن دي سبلينجوال والماينور اندودير. ايه الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تحصل؟ قليلة جدا الكونجنتال انوماليز ممكن تحصل. البارود الجلاند ممكن تحصل. السليبري جلاند كومبليتلي ابسنت يا اما ابسنت اوف سليبري جلاند في ناحية واحدة. أكتر حاجة ممكن تبقى كونجنتال اللي هي الضغط ما تبقاش كانالايزد. لو الضغط مش كانالايزد الجلاند بتسكريت والضغط مش كانالايزد يبقى ده هيحصل فيه ايه؟ سيست. ماشي الكلام؟ يحصل حاجة اسمها سيست ريتينشن سيست. نيجي للديفلوبمنت اوف ذا اسوفجس. اسوفجس ده هيطلع منين يا شباب؟ فور ولا ميت ولا فور كات. حلو الكلام؟ فاكرين سهل قوي صح؟ ريسبيراتوري باث تراكيوس وجيال سيبتم. الفارنكس هتتقسم من قدام للارنكس وتراكية ومن ورا فارنكس وايه؟ واسوفجس. انت هنا وفي الاول بيبقى قصير قوي. في الاول الاسوفجس بيبقى ايه؟ قصير. بعد كده الهارت واللنج بينزلوا بيشدوا الاسوفجس معاهم عشان يعدي من الدايفرام. اللايننج ابيسيليان بتاعه اندودير انما المصل بتاعته ميزودير. هنا الابر تو ثيرز بتاعته سترياتد وسبلايد باي فيجاس. اللور ثيرز سموث وسبلايد باي سبلانكينج فليكسس او اوتونوميك فليكسس. ايه الكونجنتال انومالي اللي ممكن تحصل في الاسوفيجاس؟ الاسوفيجيال اتريزيا يعني مفيش كانالايزيشن خلاص. ستينوزس failure of complete canalization. Very short esophagus. لو short esophagus الاستومك مش هتنزل يبقى الاستومك هتبقى فين؟ في السورس. ويبقى في فتحه في الديافراجم اسمها هيتال هيرنيا. هيتال هيرنيا الديافراجم مخروم والاستومك مشدوده فين. ماشي الكلام؟ يا اما very long esophagus هيبقى جوه السورس كده redundant يعني يا راجل مبحبح. يا اما قصير قوي يا اما ستينوز. اما اهم واحده فيستولا. اهم واحده تراكيو اسوفيه ليه؟ اللي احنا خدناها مع اللي هي كانت اربعه ايه؟ ستيج. اخر واحده اكاليسيا اوف ذا كارديو. اتفضل يا بيه والله. اخر كونجنتال انومالي ايه في الاسوفيجاس اسمها ايه يا رجاله؟ اكاليسيا اوف ذا كارديو. يعني ايه اكاليسيا اوف ذا كارديو؟ اللور اند اوف ذا اسوفيجاس بيبقى دايليتد. نيورو ماسكولار ان كوردينيشن. يعني اللور بارت ده ما فيهوش باراسمباثيك. حاجه اسمها لور باراسمبلكسس كده باراسمباثيك ما فيش. ففي لوس اوف كريستالسيس. فيجي الاكل من فوق يجي في الحته دي مش هتبوش. فالاكل هيتجمع. فهتبقى دايليتد. اسمها اكاليسيا اوف ذا كارديو. ماشي؟ تعمل مريم اللور بارت اوف ذا اسوفيجاس شايف دايليتد قد ايه؟ اللور بارت اوف وما لهاش علاج غير ايه؟ جراحه. ماشي كده؟